الدكتور تحدث عن مشفى إلى تاريخ كبير، حديث عن اليوم حاجة بغداد إلى مستشفيات الأطفال تحديدا، مستشفى الطفل المركزي، وضع الحالي، الخدمات المقدمة. نبدأ بالجانب الخاص، بماذا تقدم هذه المشفى؟ مستشفى الطفل المركزي واحدة من أكبر المستشفيات التعليمية التخصصية على مستوى العراق، مو بس على مستوى بغداد. طبعا تأسس مستشفى الطفل المركزي عام 1987، السعة الاستيعابية مالته 400 سرير. الخدمات اللي تقدم داخل المستشفى، مستشفى تخصصي اكثر من 13 غرفه تخصصيه، بدءا من الطوارئ. السعه الاستيعابيه بالطوارئ 42 سرير، موجوده ردهات تخصصيه تشمل النعاش، عمليات جراحيه، ردهات امراض الدم. السعه الاستيعابيه امراض الدم 72 سرير، امراض التنفسيه، امراض الجهاز الهضمي، امراض الخدج، اضافه الى الكلى والردهات التنفسيه والعصبيه. هذه التخصصات حدثت عنها هي الـ الأكثر حاجة لها الطفل؟ طبعا، إضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي أو الردهات اللي احنا نسميها المشتركة. طيب. اللي هي يكون الثقل المستشفى على هذه الردهات. طبعا موجود أطباء اختصاص دقيق لكل هذه الردهات. زين، اليوم هذا الثقل الكبير على هذه المستشفى، تشوف أنه الكادر الطبي الموجود عندكم متقدم يكفي بالغرض أم لا؟ من ناحية الكوادر طبعا، أكو الكوادر الصحية والطبية والتمريضية. من ناحية الكوادر الصحية والطبية الأعداد كافية الحمد لله والشكر، لكن نعاني من الكوادر الإدارية والكوادر التمريضية. تعرف المستشفى يعني تأسس من عام 1987، تقريبا السعة الاستيعابية ما ممكن يصير بها تغيير بسيط أو زيادة بسيطة. هناك زيادة سكانية هائلة داخل بغداد، بالأخص العشر سنوات الأخيرة. هذا كله مواكب بناء مستشفى حديث. ممكن تنفتح ردهات مستشفيات ثانية تخفف من الزخم اللي يكون على مستشفى الطفل المركزي. المستشفى الطفل المركزي موقعها يعني يؤثر على موضوع يعني الاستيعاب الكبير لاعداد الاطفال اللي موجودين في هذا المحيط. اي طبعا، يعني ممكن احنا اكو مرضى يجونا من داخل الرصافه، او اكو انا ادخل للطوارئ واسال المريض انت من يا مكان، يطلع يعني بيته مقابل مستشفى. بس احنا الكون سمعه المستشفى الطفلي المركزي ويعني معرفه الاهالي انه هذا مستشفى تخصصي، كوادر خفاره موجودين 24 ساعه ان شاء الله، فذلك ممكن يعني يأثر على الزخم اللي موجود على المستشفى. مستشفى الطفل اليوم ما مستهدف الكرخ؟ لا طبعا، موجودة من كل المحافظات، كل المحافظات داخل بغداد، الكرخ، الرصافة، وأطراف بغداد بدون استثناء، وأغلب المحافظات.